بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وإمامه وصفوته من خلقه، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا التاسع من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس السابع من شهر جماد الأولى سنة 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، مغتنمين من بركة هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، بكثرة صلاتنا وسلامنا على إمامنا ونبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نرجو أن تضاعف لنا به الصلوات عشرا، وما يرفع الله تعالى لنا بها ذكرا، وما يجعلها لنا عنده ذخرا. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة وشرف وأجر وذخر لصاحبه يوم يلقى ربه بصلاة على نبيه صلى الله عليه بها عشرا، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وقد وقف بنا الحديث في مقدمات المصنف رحمه الله وفصول الكتاب المتتابعة التي أرادها بين يدي حديثه عن ضرورة وأهمية والحاجة إلى حاجة كل مسلم إلى الوقوف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنان به والتمسك بهديه والأخذ بطوق النجاة في بحر الحياة المتلاطمة أمواجها. هذا الحديث من المصنف رحمه الله ذو صلة بما تقدم منذ صدر الكتاب، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. هذا من المصنف رحمه الله اتصال بما سبق له من الحديث فيما مضى من مجلسنا المنصرم، وهو كلام المصنف رحمه الله عن منهاج الحياة للعباد، وأن عنوان سعادة العبد أو شقائه مرتهن باختياره لنفسه الطريق إما طيباً وإما خبيثاً. ولما تقدم في كلام المصنف في المجلس المنصرم ما دلت عليه النصوص الشرعية أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، كما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنطق وتنطق به أنت في كل صلاة إذ تقول في تشهدك: التحيات لله والصلوات والطيبات. فالطيبات لله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتقدم أن الطيبات بمعناها الأعم يدخل فيها الاعتقادات الطيبة والأعمال والأقوال وكلمة التوحيد والإيمان وسائر الطيبات، فالله لا يقبل إلا طيبا. وبنى على ذلك المصنف رحمه الله قاعدة السعادة ومنهاج العبد للحياة، فالعبد الطيب لا يليق به إلا طيب، وهذه هي السعادة. سعادة العبد أن يكون طيبا بمصطلح الشريعة، لا يقبل ولا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا. ولما كانت أبواب الطيب في الحياة متعددة
فإن أعظم أبواب الطيب التي تطلب بها الحياة الطيبة والتي تحصل بها سعادة العبد في الحياة، أعظم أبواب الطيب في الحياة شرع الله سبحانه وتعالى الطيب المطهر الذي اختاره سبحانه وتعالى لعباده، والسبيل الذي ارتضاه الله جل جلاله لعباده مسلكا لهم في الحياة، وهو سنة الهادي الطيب الطاهر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. باختصار يا قوم، سعادة الحياة هي في طرق أبواب الطيب في الحياة، والمدخل الأعظم لطيب الحياة شريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يعرف الطيب من الخبيث إلا من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، ولا يدل العباد الخير من الشر إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل. إذا فهمت ذلك أدركت معنى كلام المصنف في صدر هذا الفصل، قال: ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل. هذه قاعدة يا أمة الإسلام، من أراد السعادة وبحث عن مسالكها وأراد أن يعيش في أكنافها، فأقصر طريق لذلك أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال هذا يا كرام على الإجمال وعلى التفصيل. أما على الإجمال فلأن الهداية التي يستدل بها العباد على الرجوع إلى مساكنهم ومسكن أبيهم آدم عليه السلام في الجنة هي مرتهنة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك القصة من أولها، لما خلق الله أبانا آدم عليه السلام أين أسكنه؟ الجنة. وخلق له حواء فكانت زوجه في الجنة وكان في نعيم، وكنا سنكون نسلا لأبينا آدم عليه السلام خلقا من خلق الله في الجنة، إلا أن الله أراد لحكمة بالغة أمرا سوى ذلك، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جاء العتب الإلهي وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ جاءت التوبة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قبل الله توبة أبينا آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن القرار الذي جاء بعد ذلك لبقية حياة بني آدم على ظهر الأرض، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. متى يأتي هذا الحين؟ إذا حانت الساعة وقامت القيامة وانتهت الدنيا وبدأت حياة الآخرة. سنرجع إلى القصة من بدايتها، إلى أين؟ كان يفترض أن نكون جميعا إلى الجنة، لأنه دار أبينا هناك، مسكن أبي وأبيك آدم عليه السلام في الجنة. أرأيت لو أن دارا لأبيك فقدتها ولم تدري عنها منذ سنين، وكان ملكا ثريا يملك قصورا وأموالا، ثم اكتشفت بعد أن لأبيك من المساكن والقصور والأملاك ما أنت وريثه الأحق به، فهل تفرط فيه بالله؟ أبدا والله، ستعود إليه لأنه حق لك لا تريد التفريط فيه. فأولاد آدم وذريته عليه السلام عاشوا حياتهم على الأرض، وكانت المعركة المستمرة بين الشيطان وذريته وآدم عليه السلام وذريته. والله عز وجل ما تركنا للشيطان فريسة ولا تركنا نهبا لإبليس وأعوانه، بل قال لنا سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اسمع
إلى الإعلان الذي أعلن للبشرية لما حانت لحظة الهبوط إلى الأرض، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. من أين؟ من الله سبحانه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا الطريق الأول. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هما طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع الهدى الذي يأتي من أين؟ من الله، وإما تركه والإعراض عنه واستدباره فسيكون لا محالة، الخيار الثاني. ومن أعرض عن ذكري، فكل من لم يتبع الهدى فهو معرض، معرض، ما في طريق بينهما ولا خيار ثالث، هو إما اتباع وإما إعراض، لأن الله قال فمن اتبع، قال ومن أعرض، فليس هناك طريق ثالث، هو إما اتباع وإما إعراض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات. انتبه معي الآن، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. اتباع الهدى الذي يأتي من الله هو الدليل والطريق الذي يعود بنا إلى مسكن أبينا آدم عليه السلام في الجنة، والإعراض عنه تضييع للطريق وترك لمفاتيح المساكن والقصور. ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا، فهي طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع فاهتداء فعودة إلى الجنة ونعيمها ومساكنها وقصورها، أو إعراض واستدبار فسيكون الضلال والغواية وضياع الطريق الذي سيوصل أصحابه إلى الهاوية، إلى جهنم، إلى العذاب وبئس المصير. ومن هنا انقسمت الخليقة إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فانقسمت الخليقة، فخلقت الجنة لأصحابها والنار لأربابها، وجاء الابتلاء وكانت الحياة. السؤال المهم الآن، لما قال الله لآدم وذريته فإما يأتينكم مني هدى، لأن العودة إلى الجنة هداية من الله، ولن نستدل على الطريق إلا بما يدلنا عليه الله سبحانه، وجعل الله الهداية التي يهتدي بها العباد ليستدلوا بها على درب الجنة والعودة إلى مساكن أبيهم آدم عليه السلام، جعلها في كتابه الكريم في ثلاثة أشياء. أولها كتابه الكريم القرآن العظيم، قال الله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، حتى لا تظن أن القرآن هداية لأهل الإيمان فحسب، قال هدى للناس مؤمنهم وكافرهم، فالكافر إن أراد الهداية فله في القرآن نصيب، والمؤمن إن ابتغى الهداية في القرآن كان منها على أقرب طريق توصله إلى مراده. هذا أعظم الطرق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذا أول مفاتيح الهداية. وأما ثانيها فبيت الله الحرام وكعبته المعظمة التي قال عنها سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لاحظ ما قال للمسلمين، ما قال للمؤمنين، فبيت الله كما هو كتاب الله جعل الله فيه الهداية للبشرية جمعاء، إنما هو لمن ابتغى الهداية في أكناف البيت وهدايات البيت الحرام، ومن ابتغى الهداية في القرآن وهدايات القرآن الكريم. فمن ابتغى الهداية وجدها، ومن فتح لها أبواب قلبه أضاء لها وأشرق واستنار واهتدى بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذان طريقان، بيت الله وكلام الله. أما ثالث مفاتيح الهداية ومعالمها التي تدل العباد على مراد الله عز وجل من الخلق وحكمته البالغة في الابتلاء للعودة إلى الجنة ونعيمها، فهو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثلاثة مسالك، من أراد الهداية فيها وجدها، ومن أعرض عنها ضيع الطريق،
فلا لمسكن أبيه آدم وصل ولا على النعيم حصل. هذه سنة الله وهي واضحة في كتاب الله، ليست لغزا ولا أمرا مخفيا يحتاج إلى بحث وجواب، إنما هو ابتلاء للعباد في أخذهم بتلك الهدايات في كتاب الله وفي بيت الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في ذروة مجاهدته لكفار قريش ودعوتهم وحرصه عليه الصلاة والسلام على هدايتهم وإصرارهم والشيطان من ورائهم يؤزهم إلى الإعراض وتنكب طريق الهداية والإصرار على المضي في طريق الغواية والضلال، قال الله له فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هو إما اتباع للهدي النبوي أو اتباع لهوى النفوس، وهوى النفوس معلوم إلى أين يقود. من اتبع الهوى هوى، ولذلك أعدت الجنة لمن خالف الهوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فما كانت أهواء النفوس إلا طريقا للضلال. قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن ترك طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الهدى الذي جاءه من الله. قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته. من أصر على الضلال قاد نفسه إلى الهاوية، ومن زاغ أزاغه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبالجملة أيها المسلمون، فإن الله عز وجل جعل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا للهداية التي يستدل بها العبد على طريق النجاة والعودة إلى مساكن الجنة ليعود إلى النعيم الذي حقه أن يرثه من أبيه آدم عليه السلام. ولما وصف الله الأمر في تلك اللحظة التي هبط فيها أبونا آدم عليه السلام وأعلن له ولذريته ما سيبقى في الحياة مما يقرر لهم في مصائرهم إما الاتباع وإما الإعراض، تأملوا معي قول الله فإما يأتينكم مني هدى، وعرفت هدى الله الذي أتانا منه سبحانه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فسيكون في الحياة الدنيا على صراط مستقيم يعرف أين يضع قدمه لا يضل، وفي الآخرة لا شقاء لأنه سيكون من أهل الجنة. وبالعكس قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فين يعني؟ في الدنيا سيعيش في عيشة ضنك، ولو ملك الأموال وسكن القصور وتقلب في أكناف النعيم فإنه يعيش عيشة الضنك التي أخبر الله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا أيضا من العدل والحكمة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا إجمال لما أراد المصنف رحمه الله الإشارة إليه لما قال فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. إي والله، فما ينال عبد رضا الله ولا تحصل له السعادة ولا الأجر ولا الفلاح ولا الذكر الطيب ولا أنس القلوب ولا راحة الأرواح إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهنأ الناس عيشا وأسعدهم قلبا وأطيبهم في هذه الحياة مقاما والله الذي لا إله إلا هو، هم أقربهم إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام طريقا، وأكثرهم به استمساكا وأشدهم عليه التزاما. ولو ضاقت بهم سبل الحياة وانزوت عنهم لذائذها، وبالعكس فأبعد الناس عن هذا النعيم
وأشدهم إغراقاً في طرق الضلال والغواية وضنك العيش أبعدهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تقلبوا في أكناف النعيم وسكنوا القصور وتقلبوا في أنواع اللذائذ والمتع في تلك الحياة، أسعد الناس قلباً على وجه الأرض قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش حياته على قلة وكفاف، يبيت عليه الصلاة والسلام وأهل بيته طاوياً الليالي المتتابعة، وما كان يشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم إلا خبز الشعير، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من طعام، ومع ذلك فكان أسعد القلوب قلبه عليه الصلاة والسلام، وينام على الحصير فيؤثر في جنبه، فيتأثر عمر الفاروق رضي الله عنه بأن الحياة الضيقة التي عاشها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقابل ما اتسع من النعيم لأهل الكفر والضلال، فيخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الميزان وأن العبرة وأن المقياس ليست بما عندنا من الدنيا ونعيمها ولذائذها، بل هي بما يوفق له العبد من سلوك طريق الهداية والاستمساك بهذا الدرب العظيم. ولهذا فإن أعظم مطلوب للعباد في هذه الحياة على الإطلاق الاستدلال على طريق الهداية، ولذلك كانت هي الدعوة التي أدعو بها أنا وأنت وكل مسلم ومسلمة في كل صلاة، بل في كل ركعة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هو والله أعظم مطلوب، لأنه إن حصل فهنيئاً لك النجاة والهداية، إن حصل فهنيئاً لك الجنة في الآخرة، إن حصل فقد حماك الله ووقاك من دروب الغواية والضلال والشقاء والانحراف الذي جرف فيه الشيطان كثيراً من بني آدم. قبل أيام أعلنوا أن تعداد البشر على وجه الأرض قد وصل الرقم 8 مليار. هل تدري أن أكثر من 3/4 ليسوا على طريق الحق، على ملل وعقائد باطلة وأديان محرفة، وهم يعيشون هذا الضلال؟ أدركت عبد الله ما معنى أن يمن الله عليك بالإسلام وأن تكون عبدا تعرف الله، فلا تدعو إلا إياه، ولا تملأ قلبك تعظيما إلا له، ولا تتوجه بالعبادة إلا إليه، ثم ها أنت ما زلت تقولها في كل ركعة من الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك أن يثبت قدميك على الهداية وأن يرزقك السداد. إذا علمت ذلك عبد الله فاعلم أن من أعظم ما تثبت به قدميك على درب الهداية أن تعض بالنواجذ على سنة نبي الأمة ورسولها وهاديها صلى الله عليه وسلم، فحيثما وجدت السنة فاسلك سبيلها، وحيثما عرفت طريقها فاتجه إليه، ولا تبرح لا تبرح درباً علمت فيه خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما وجدت طريقاً علمت فيه آثاره عليه الصلاة والسلام قد مضى فيه فاسلكه رعاك الله، فإنه النجاة وإنه السعادة وإنه الهداية التي نسألها ربنا في كل ركعة من الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل. إذن أليس الضرورة لي ولك أن نعلم أين هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله هي ضرورة كما سيأتيك في كلام المصنف، أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجة الأرواح إلى روحها، لأن الحديث ها هنا عن سعادة وشقاء، عن نجاة أو هلاك، عن جنة أو نار، فالمسألة أعظم من كل شيء في الحياة. وأنت إذا أردت الزواج أو شراء شيء أو بناء بيت أو اتخاذ قرار حرصت غاية الحرص ألا تغبن وألا تخدع وألا تكون خائبا فيما تختار أو تقرر أو تفعل، فلا والله لا شيء في حياتنا أعظم غبنا يوم القيامة ممن غبن في من استدل على غير طريق الهداية. ولذلك قال الله: ذلك يوم التغابن، هناك التغابن الحقيقي. والمقصود أن المصنف رحمه الله قبل أن يقول لك ها هنا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلك سنته وهذا طريقه في الطعام والشراب واللباس، قبل أن يقول لك ذلك أراد أن يقول لك: افتح عينيك عبد الله، نتكلم عن شيء نحن بأمس الحاجة إليه،
البحث عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أين هي، البحث عن دربه من أين يكون حتى توضع الخطى على الخطر، وأن نسلك بنفوسنا التي نرجو لها النجاة أن نسلك بها دروب السنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك؟ لماذا صارت حاجتنا إلى هدي الرسل والأنبياء عليهم السلام أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها؟ لما؟ لأن تلك الضرورات وإن كانت ضرورات فغاية ما يترتب على غيابها وفواتها ماذا؟ التلف والموت والهلاك، صح؟ يعني أكثر ما يمكن أن يصيبك إذا فقدت الطعام والشراب ما هو؟ الموت. أكثر ما يصيبك إذا فقدت العين نورها العمى، عمى البصر أجارك الله. أكثر ما يصيبك إذا فقد البدن روحه الموت. لكن تدري ما الذي يصيب العبد إذا فقد هدي الرسل والأنبياء عليهم السلام؟ شيء أعظم من ذلك، الضلال والشقاء والعيشة الضنك أجارك الله، تلك التي لا تحتمل. ربما تعيش في حياتك أعمى البصر، ضعيف البدن، كثير السقم، ربما تعيش في حياتك كثير الجوع والعطش، لكنها تبقى حياة قصيرة. كم ستعيش؟ 60 سنة؟ 100 سنة؟ يهون والله كل ذلك عندما يبلغ موقف القيامة، وليست الحياة الآخرة، عندما يبلغ الموقف يوما كان مقداره 50,000 سنة، يهون كل شيء تراه في هذه الحياة إذا كان الموقف فقط 50,000 سنة. فتدرك أن حاجة العبد إلى طريق النجاة إلى الهداية التي جاء بها الرسل هو والله بلا مقارنة أعظم من حاجة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها. نعم. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلى. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. القلب الحي قلب المؤمن، والحياة في قلوب المؤمنين متفاوتة، فأعظم قلوب المؤمنين حياة أكثرها طاعة لله، وأضعفها حياة أكثرها مرضا، أكثرها سقما وداء، أكثرها علة، هي أبعدها عن طاعة الله، وأكثرها إغراقا في العصيان والمنكرات والآثام، عافانا وعافاكم الله. فكلما ازدادت حياة القلب أدرك هذا المعنى، وكلما ابتعد عن هذه الحياة حتى يموت أو يغدو قلبا مغلفا كقلوب أهل الكفر والضلال فإنه لا يشعر بذلك أبدا ولا يلقي له بالا. ولهذا قال: ولا يشعر أو لا يحس بهذا إلا قلب حي، هو الذي يحس أن الحاجة إلى الهدي وإلى السنة أعظم. ولما كانت قلوب سلف الأمة رضوان الله عليهم من الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة وسادات الأمة من الأئمة من بعدهم، لما كانوا على تلك المراتب السنية والمقامات العالية
التي عاشوا فيها قلوباً حية أدركوا هذا المعنى حقيقة، فكانوا يدركون أن استمساكهم بالسنة نجاة، وأن حرصهم على الهدي النبوي درب السعادة، وأن الابتعاد عن ذلك طريق الغواية والضلال. فما زالوا يتكلمون بذلك، وما زالت حياتهم تنطق بذلك في مواقف أفعالهم وأقوالهم، بل كانوا في حركاتهم وسكناتهم على حد سواء يشعرون ويشعرونك بهذا المعنى العظيم. فإذا قلبت النظر في أخبارهم وتفقدت في أحوالهم وسيرهم وجدت عجباً عجاباً، كانوا أقواماً شديدي العناية بالسنة والتمسك بها، أدركوا أنها درب النجاة، وعلموا رضوان الله عليهم أن البعد عنها هي شقاء معجل في الدنيا قبل الشقاء في الآخرة. فلا تعجب أن تجد العبارات التي انطلقت أنوارها من معين الكتاب والسنة، لما يقول سفيان رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى هذه الأمور التافهة التي لا نلقي لها بالا، والتي إذا أصابتك حكة في رأسك انطلقت يدك إلى رأسك من غير تفكير، هو يريد أن يقول إن الأمور دقيقها وجليلها، ينبغي أن يبنى في القلوب على هذا الميزان. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا استطعت أن تبحث فيها أثرا وهديا نبويا تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعله، لتكون حتى في حك رأسك متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء اليهودي يسخر من سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: تزعمون أن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى الغائط وقضاء الحاجة أكرمكم الله؟ قال سلمان رضي الله عنه بعزة المؤمن المفتخر بالانتساب إلى دينه المعتز بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الواقف على معاني ذلك علما وتحصيلا، قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. أعطاه ثلاثة أحكام ومسائل وليست مسألة واحدة. عندما يملأ المؤمن قلبه علماً بالسنة واستمساكاً بها وحرصاً على طلبها ثم اتباعاً لها وتطبيقاً له في حياته، سيكون أحد أفراد الأمة المباركين الذين يرفعون راية السنة في حياتهم. فهنيئاً له والله الحياة الطيبة والذكر الطيب في الدنيا، وهنيئاً له المقام العظيم الرفيع في الآخرة لحرصه على السنة واستمساكه بها. وهذا مقام طويل في استقصاء أحوال السلف وأقوالهم رضي الله عنهم في الحرص على السنة والتمسك بها والاهتداء بهديها. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله شيء كثير طيب من تقرير هذا المعنى العظيم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: إنما أو ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. ولأنهم كانوا أعظم القلوب في حياة في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر الأمة إدراكا لهذا المعنى العظيم، فصدقوا للأمة من بعدهم ونصحوا لهم رضوان الله عليهم، يدلون الأمة على الخير الذي استدلوا عليه، ويرشدونهم إلى الطريق الذي سلكوه بما وجدوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عنهم وسلك بنا سبيلهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. عبد الله، أنت واحد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف فهنيئا لنا به. أنا وأنت من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أمته المباركة الحظية ببعثته عليه الصلاة والسلام، هنيئا لنا. ومع ذلك فإنه يتعين على من أحب نبيه عليه الصلاة والسلام وأدرك عظم الحاجة إلى سنته وسيرته وهديه أن يكون له قدر من العناية
والعلم والمعرفة والبحث والتقصي والدراسة والنظر بقدر ما يحمل في قلبه من ذلك الحب وتلك العناية والحرص. بمعنى آخر، أشدنا حرصاً على النجاة وحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أكثرنا اجتهاداً في تعلم السنن وتنقيبها والبحث عنها، أليس كذلك؟ بلى. وأكثرنا تقصيراً للأسف هم أبعدنا عن ذلك، أو إن شئت فقل أكثرنا جهلاً وأقلنا إدراكاً لعظم المسألة وأهميتها وحاجتنا إليها. ولك أن تنظر اليوم إلى ناشئتنا وأجيالنا، الذي يشغل عقولهم ويملأ هم قلوبهم هو الذي يحملهم على البحث والمتابعة وصرف الجهد والهمم والأوقات، أليس كذلك؟ هكذا هو الحال. فمتى نبلغ بأجيالنا وناشئتنا وفتياننا وفتياتنا إلى أن يكون الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن وجوب محبته وطاعته وعن نشر العبق الطيب من سيرته وعن تعليم الأمة كلها تلك الأطراف المتناثرة والنبذ من سنته ليكون شيئاً مشاعاً وليكون هواءً تتنفسه الأرواح وليكون شيئاً عاماً في الأمة ليتكلم الجميع مع الجميع عن الهدي النبوي والسيرة النبوية، ليتحدث الكل إلى الكل عن أعظم ما تبتهج به القلوب وتنجو به النفوس، السنة وسلوك دربها والعناية بطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر ينبغي أن يشاع إذا ما أدركت القلوب وأيقنت النفوس الحاجة التي تتعلق بها نفوسهم وأرواحهم. فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. ولذلك فهاهنا تفاوت كبير، فمنا المقبل على السنة والمعالم بها والمتعلم لها والناشر لها بين الناس، ومنا من فاتته السنن فإذا أقبل على الطعام واللباس والشراب والزواج والدخول والخروج فإنه لا يبالي ماذا يفعل وماذا يترك، ليس زهدا في السنة بقدر ما هو جهل بها وعدم علم بها. ولهذا وضع المصنف رحمه الله كتابه لتعليم الأمة وخدمتها بتقريب هدي خير العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون زادا لي ولك يوم المعاد إذا لقينا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصل. وهذه الكلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجات التي لا تفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال سفر لا إقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم مذاكرته معدوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئت بالفلول مضاربه لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين. فليس له معول إلا الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه آخر جملة ختم بها المصنف رحمه الله المقدمات
والفصول التي مضت معنا من أول الكتاب، أبدى فيها رحمه الله الباعث له على وضع هذا الكتاب وفصوله المتعددة في هدي نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات جعلها حافزاً للناظر في الكتاب، وقد ملأها رحمة الله عليه قدراً عظيماً من تواضع أهل العلم وسمتهم وإمامتهم رضوان الله عليهم، فإنما بلغوا ما بلغوا من الشأن العظيم بهذا التواضع الجم والهضم للنفس والاعتراف بالتقصير مع ما حباهم الله تعالى به من رفعة المقام وعزة الشأن. قال: هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم. اقتضاها الخاطر المكدود، يعني اقتضى وضع هذه الكلمات خاطره المكدود، يعني يصف حاله بأنه ليس ذا همة ولا من أصحاب الشيم العالية والنفوس الفتية في طلب العلم ولا في التعليم ولا في التأليف، تواضعاً منه رحمة الله عليه. اقتضاها الخاطر المكدود، المكدود المنهك المتعب على عجره وبجره، وهذا مثل تضربه العرب للشيء، أن تقول هو كما هو على علاته بحسنه وسيئه وبصالحه وطالحه وبالمقبول منه والمردود، تقول قبلنا بالشيء كذا على عجره وبجره، يعني من حاله التي أقل ما تقول فيها أنه مستور بستر الله. ابن القيم أحد أعلام الأمة وآئمتها الكبار يقول عن نفسه أنه ذو الخاطر المكدود على عجره وبجره، وما اكتفى بهذا بل قال: مع البضاعة المزجاة، يصف علمه الذي فتحت له فيه أبواب الفهم والتي تشهد بها كتبه ومصنفاته رحمه الله كما تقدم في أول المجالس في التعريف به، يقول عن علمه إنه بضاعة مزجاة كاسدة لا تشترى بثمن ولا يرغب فيها الحريص على الاقتناء، تواضعاً منه وإخباتاً رحمه الله. واليوم أحدنا لو فتح له بجمل ومسألتين أو ثلاث رفع رأسه وصدح بصوته ويقول بلسان حاله إن لم يكن بلسان مقاله: أنا هاهنا يا قوم فاعرفوني وهلموا إلي وتعالوا وخذوا عني. هذا كله مفارق لما تسمع وترى من أحوال السلف أئمة الإسلام حقا، فإن أكثرهم علما أشدهم تواضعا، وكلما كان أحدهم أقرب إلى معين العلم الصافي والرسوخ فيه والتمكين، وكان ممن سلك في عداد الربانيين من العلماء، كان أكثر تواضعا وإخباتا وهضما للنفس واحتقارا. قال: مع البضاعة المزجاة التي لا تفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون. لا تفتح لها أبواب السدد، يعني لا يحرص أحد على فتح الباب لها، والسدة الباب نفسه، قل فلا أحد يفتح لها الباب ولا يحرص على تقبلها. قال: مع تعليقها في حال سفر لا إقامة. وتقدم أن المصنف رحمه الله ابتدأ تصنيفه الكتاب مع بعض المراجع المعدودة المحدودة التي كانت معه في رحلته وهو مرتحل في بعض أسفاره، لكنه لما استقر به المقام وعاد إلى دمشق عاد إلى الكتاب فبيضه وأكمل كثيرا من فصوله وعاد إليه بتتمام بإتمام وتكميل لما قد تركه، فحصل في بعض المواضع من الكتاب تفاوت مرده إلى استعادة نظره في الكتاب، فكتب المقدمة على تلك الحال. قال: في حال سفر لا إقامة، يعني أنتم تعلمون حال السفر ليست بحال استقرار ولا تجمع الذهن ولا الهمة، ولهذا قال: والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، يعني ليست معه مراجع ولا كتب ينظر فيها ويرجع إليها، ومن يفتح باب العلم مذاكرته معدوم غير موجود. يقول: لا بين يدي كتاب ولا طالب علم أو عالم أسائله وأناقشه وأراجعه فأتثبت من المسألة وأفتح باب العلم لمزيد من إحياء المذاكرة. قال رحمه الله: فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا. يقصد أن عود العلم الذي يستند هو إليه قد ذوى، يعني أصابه الذبول والضمور لعدم ما يسقيه،
ويزيده قوة ونباتا. قال: وربعه، الربع المنطقة التي يزرع فيها أو ينبت فيها الزرع، فيأتي فيها المرء بمتاعه ويجد من خيرات ذلك المكان. قال: وربعه قد أوحش من أهله، يعني ربع العلم قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئت بالفلول مضاربه لغلبة الجاهلين. شبه لسان العالم وقلمه بسيف يجاهد به في ساحة العلم ليثبت الحق ويرد الباطل وينفي الشبهة ويفند الباطل ويقرر الحق. يقول: لكثرة الجاهلين أصبحت أداة العالم وسلاحه ملئت بالفلول مضاربه، يعني أصابها الضرب الشديد لغلبة الجاهلين. قال: وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين، فليس له معول إلا الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم شرع رحمه الله في أول فصول الكتاب، ولما أراد الكلام عن سنة وهدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فابتدأ من اسمه ونسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، ليكون الكلام فيما بعد تباعا في كل ما يتعلق بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألست تريد أن تعلم سنته وسيرته وهديه؟ ألست قد سلكت الطريق الذي تتزود به ما ينفعك في دنياك وما ينجيك في أخراك؟ فاعلم أن أول خطوة في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام هذه الجمل اليسيرة: نسبه الشريف وميلاده وأسرته، والداه أبوه وأمه، وأهل بيته، كما سيأتي تباعا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروته، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح الذي أخرج البخاري في قصة لقاء هرقل عظيم الروم بأبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وكان أبو سفيان رضي الله عنه آنذاك على الشرك والكفر قبل أن يسلم، أرسل هرقل إليه في ركب من قريش، وكانوا قدموا إلى الشام في بعض تجاراتهم التي يأتون بها إلى أرض الشام. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني في المدة التي كان فيها الصلح، قال: فأتوه وهم بإيلياء، وهي من أدنى أرض الشام إلى جزيرة العرب، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. حدث هذا بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة، وسنة 7 فتحت خيبر، وفي السنة 8 كاتب رسول الله عليه الصلاة والسلام العظماء والكبراء والرؤساء إلى سنة 9، وفي سنة 10 فتحت مكة. فكان لقاء أبي سفيان به رقل في مدة الصلح التي وقف فيها القتال. قال: فدعاهم ودعا بالترجمان، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، سيسأل أبا سفيان عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فإنه والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: قلت هو فينا ذو نسب. من يقول هذا الكلام؟ عدو من أعدائه في تلك المرحلة، ولو استطاع أن يكذب نصف كذبة لفعل. فلما يشهد العدو في حال القتال وفي حال المخاصمة وفي حال الحرب يشهد لعدوه بخصلة،
فثق أنها أصدق ما تكون والحق ما نطقت به الأعداء. قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني هو الذي استطاع أن يعبر به بشيء من عداوته، قال: لا، ما وجدنا شيئا من غدره، ونحن ما زلنا في مدة عهد ولا ندري ما هو فاعل. فكان نوعا من اللمز غير الصريح. قال: هو أقصى ما استطعت أن أرمي به من الكلام بين يدي هرقل العظيم الروم. فقال له هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. إلى أن أكمل المسائل، ثم قال هرقل للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألته هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. إلى آخر ما استدل به هرقل، وهو الكافر النصراني البعيد عن الإسلام، ما استدل به من تلك الأسئلة وإجابات أبي سفيان رضي الله عنه وكان إذ ذاك مشركا، استدل به على علامات دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولنسبه من الشرف أعلى ذروته، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له عدوه أبو سفيان بين يدي ملك الروم. والمقصود كما قلت بأبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين لا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان فمختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام ينقسم إلى قسمين: قسم متفق على صحته وهو القدر الذي ساق المصنف من أبيه عبد الله إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل، والقسم المختلف فيه ما كان فوق ذلك إلى آدم عليه السلام. وربما ينتشر بين بعض الناس نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام، وما قرره المصنف رحمه الله هنا من أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله إلى عدنان معلوم الصحة متفق عليه، وما فوق عدنان فمختلف فيه، هكذا قرره أهل العلم وهم يتكلمون عن نسب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: وعدنان من ولد إسماعيل، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء، فقيل بينهما 9 آباء وقيل 7، واختلفوا في أسماء بعض الآباء، وقيل بينهما 15 أبا وقيل بينهما 40 أبا وهو بعيد. وأما عروة بن الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. وقال أبو الأسود: سمعت أبا بكر بن سليمان ابن أبي حثمة وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحدا يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: والذي عليه أئمة هذا الشأن
أنه عدنان بن أدد ثم ساق نسب عدنان إلى أبي البشر آدم عليه السلام. وقال ابن سعد: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى الطبراني بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان. ولهذا قال ابن حبان رحمه الله: نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح إلى عدنان، وما وراء عدنان فليس عندي فيه شيء صحيح أعتمد عليه. ولما ساق النسب قال: إلى هنا ليس بين النسابة خلاف فيه، ومن عدنان هم مختلفون فيه إلى إبراهيم. وهكذا قال ابن حزم لما ساق النسب الشريف إلى عدنان قال: ها هنا انتهى النسب الصحيح الذي لا شك فيه. فكل علماء الأمة على ما قرره المصنف أن نسب المصطفى عليه الصلاة والسلام معلوم إلى جده عدنان، وهو من ولد إسماعيل عليه السلام. وأما ما وراء ذلك فمحل خلاف بين النسابة، والجزم بأحد الطرق دون غيرها لا يثبت على قدم من التحقيق. فدونكم أيها الكرام نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعلموه وعلموه أولادكم أكثر من نسبكم ونسب آبائكم، فإنه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن نحفظه هو والله أشرف وأفضل من أن نحفظ أنساب قبائلنا وأبنائنا وآبائنا وأجدادنا. وسيأتي في سياق حديث المصنف تتمة لما يتعلق بهذا الفصل في المجالس المقبلة تباعا إن شاء الله تعالى. فاستكثروا ليلتكم هذه وجمعتكم غدا مما ترجون به كثرة الخيرات والبركات وصلوات ربكم عليكم باستزادتكم من صلاتكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الله ما غيث تهاما على من بالنبوة قد تسامى، صلاة نفحها طيب ومسك وتسليم كأنسام الخزامى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. ونسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واكتب لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.